عجل يا سومر، أنت عجل وإلا عرفت نفسك بالخطر. انظر انظر من هناك. لقد كانت فرصة لو عجلنا يا ثمامة. وكيف تستطيع الخلاص إذا صرت بين يدي معدي كرب وابنه عبد الله؟ سأفعلها وسأريك كيف ينقض الصقر من السماء لينال ما يريد دون أن يدركه رمح أو سهم. أرح فرسك يا عبد الله، أنزل سرجها، دعها تستريح وتأكل. سأعد الطعام يا أبي، أتأكل معنا يا عبد الله؟ من الخير أن نجتمع جميعنا على الطعام، أليس كذلك يا أبي؟ تريدني أن أجبر أخاك على أن يكون معنا هنا في أي وقت تشاء؟ لقد تمادى أخي عمرو يا أبي، إنه لا يفارق صحبه وجلسات السمر والشراب. هذا ليس من شأن النساء يا كبشة. بل هو شأننا جميعا يا ريحانة، فبيتنا بيت شرف يدخله الضيف ويقصده القريب، ولا بد أن نكون مع أبي في أداء حق الضيف والطارق. شب عمرو عن الطوق يا عبد الله. هيا يا كبشة أعد الطعام، وأنت يا ريحانة أوقد النار، فقد أوشك الليل أن يدخل، فربما طرقنا عابر سبيل أو ضيف. هيا. لما يخرس لسانك حين تكثر من الشراب يا عمرو؟ أتريدني أن أسمعك مع كل كأس شراب قصيدة تطربك؟ لا بد مع الشراب من أحد أمرين، النساء أو الشعر. النساء لليل، هناك من تنتظر قدومي قبل وصول البدر إلى وسط السماء. نعم نعم. كأني أشم من ثوبها ريح الزعفران، والغانيات يقتلن الرجال إذا ضرجن بالزعفران الريط والنقبة. من كل آنسة لم يغذها عدم، ولا تشد لشيء صوتها صخب. إن الغواني قد أهلكنني، وأرى حبالهن ضعيفات القوى كذبة. سيذوب قلبي من رقة هذا الشعر مزيداً يا ابن معدي كرب، مزيداً. أحضري مزيداً من الحطب يا ريحانة، وسأحضر الجريش. أدركم نيتكم يا آل الزبيد، وإلا لبستم عارا وسواسما. عمر أبي، لا سبيل إليك بعد اليوم يا ريحانة قلبي، فأنت لي أنا سيد بكر.
سندخل أرض بكر وهم قوم من أشداء ونحن قلة. لكن ريحانة في أرض بكر يا ذؤيب. إن من سباها هو ابن الصمة، أنا أعرف فرسهم بين ألف فرس. لا سبيل الآن لريحانة يا عبد الله. يجب أن أصحو، يجب أن أدرك ثارنا وحسبي أهل من سبى ريحانة. أين سيفي؟ أين سيفي؟ لا يدري أين سيفه، لن يدرك ثاره يا هذا. ويلي من عار الأبد ونار تتقد وحرقة بالكبد. عبد الله، ويحك يا عبد الله، عدت بوجه الخاسر الخائم. ريحانة صارت في دار بكر ولم أدرك الصمة وصحبه. الصمة هو من سباها؟ الحارث عرفه من فرسه. أبذل الفداء يا رجال وأعيدوا لنا ريحانة. هيا يا آل زبيد، هيا. الموت دون ما تريده مني يا هذا. أنا أحبك يا ريحانة، أحبك أسقمني هواك، ولم أجد بدا من أخذك غصبا. أنا سيد بكر. السيد لا يفعل فعل اللصوص وأرذاذ الناس. لو كنت كريما لكان فعلك كريما. زبيد لا تزوجنا من نسائها، فأخطبك من أبيك معد كرب. إن كنت تريد الزواج مني فأني أختار صيانة نفسي وعرضي. أو تقبلين بي زوجا يا ريحانة؟ وهل ستحبينني بعدها؟ وأغفر لك ما فجعتني به. أمن ريحانة الداعي السميع يورقني وأصحابي هجوع، كأن الأثمد الحاري فيها يسف بحيث تبتدر الدموع. دعك من الدموع والشعر يا عمرو، وتعال لننظر في أمرنا. وهل بقي إلا أن نغزو آل بكر فنرد ريحانة ونسبي نساءهم؟ أما زال سكر الخمرة في رأسك يا هذا؟ كيف نغزو بكر وهم في أرض منيعة يشرف رجال على كل واد حولهم؟ وما الرأي إذن يا أبي؟ ليس إلا الفداء، نفتدي ريحانة بنوق وخيل. وبما نفتدي عرضها وتعيير الناس لنا بما قد يفعله ابن الصمة بها؟ ذاك تموت ريحانة ويموت عارها معها، وإلا سيقال في حق معد كرب وأولاده ما يسقطهم في أعين الناس. كيف أصبحت سيدة العرائس؟ كيف تصبح من تراودها الأحلام ويأتيها الطيف أهلها ودونهم المهالك؟ مضت 4 أيام وأنت تنامين على فراشي، ولا أستفيق إلا وأسمع منك هذه الشكوى. أتلومني يا صمة؟ وقد أخذتني قهراً وتزوجتني مكراً؟ ما كان كان، وأنت الآن زوج سيدي بكر. هل في قومك من هو مثلي وجاهة ورجولة يا ريحانة القلب؟ ولو كنت خطبتني من أبي وإخوتي
وجعلتني معززة مكرمة لكنت الآن في تمام السرور. سأخطبك، سأفعل لك ما تريدين على أن ترضي عني. كيف؟ وقد سبيتني وتزوجتني وقطعت ما بينك وبين زبيدا كلها. للرجال تدابير لا تعرفها النساء. أفد أنا وعبد الله والحارثة وأبناء عمي على بكر وأفاوضهم، فإن قبلوا الفدية سقنا إليهم 20 ناقة وعشرا من خير أفراسنا. ولم لا أذهب أنا معكم؟ لا أريد أن تخلو داري يا ولدي، وخثعم تتربص بنا ولا نأمن غاراتها. ماذا لو أن بكراً أبوا الفداء يا عبد الله؟ لابد عندها من غارة نغسل بها بعد ما أصابنا من عار. وإن قبلوا الفداء وأسلموكم ريحانة، ما تراكم فاعلين بها؟ إن قبل بها أحد وأولاد عمي زوجناها له. وإن لم يقبل بها أحد من أبناء عمي؟ أجبني يا عبد الله، أجبني يا عبد الله، أجبني يا عبد الله. ليت الصنة رمى ريحانة بسهم فأرداها، لكان ذاك أهون لنا وعليه. ماذا هنا؟ رجال من زبيد يتجهون إلينا. اسمع، استعدوا لهم بالسلاح والحذر، فإن بادروكم بادروهم. هيا هيا. لا تفجعوا قومي برجالهم، بل أحسن لهم. كرمالي، لقد كنت لك كما أردت. إنهم أخوان ابنك القادم. صحيح يا ريحانة؟ لا يدخل أحد من رجالكم أو رجالنا ومعه سيف أو خنجر. الآن سيستقبلكم مولاي السمة، تفضل اجلسوا لتريحوا أبدانكم ولنتحدث. لا حديث بيننا، جئنا نرد سبيتنا ونبذل لكم الفداء، ولا شرط لكم علينا إلا ما تشترطه القبائل لقبول الفداء. كريمتكم كريمة عندنا وليست سبية فتعرض عنها الفداء. أقبح بلسان ينطق الكذب، لسانك كفعلك يا صمة، قبحك وقبح شأن قومك. أما ما صدر عن الصمة ابتداء فهو شين لم ترضى عنه بكرا، وأما ما فعله بعد ذلك فهو ما يرضي بكرا ويرضيكم يا رجال زبيد. يبدو أنك صرت خريفا يا جبير، حتى صار لسانك لا يصيب قصد القول. أي فعل هذا الذي يرضينا من الصمة بعد أن فضح كريمتنا؟ ريحانة لم ولا تفضح يا ذؤيب، بل إنها صارت عروسا في خدري، وإني أخطبها منكم الآن وسأبذل لكم مهرها. لو أني دخلت دار معد كرب وخطبتها لردني ابن عم لها وابن خال، ولقال عمرو عبد الله ليس لبكري أن يخطب إلينا بناتنا وأخواتنا.
أليس كذلك يا عبد الله؟ أليس كذلك يا ذؤيب؟ كثر عدوانكم علينا يا آل بكر، وقطعتم ما بيننا وبينكم من صلة، فلا تعجبوا أن نرد خاطبكم يا صمة. ما كان كان، وها نحن الآن نريد مصاهرة لتزيل العداوة. عبد الله أخوها، وذؤيب ابن عمها، وحارثة ابن خالها، وهؤلاء وجوه بكر أمامكم، ولكم أن تسألونا مهرا يليق بمكانة ريحانة عندكم. لا تسمع مني حتى أسمع من ريحانة، فإن رضيت رضيت، وتركت ذؤيبا والرجال يتشاوروا في الأمر وينظروا فيه. نعم الرأي، نسمع لريحانة أولا ثم نتشاور يا عبد الله، بعد ذلك نعود لسيدنا معد كرب وله الرأي الفصل. سأصحبكم إلى ريحانة، ولك أن تحدثها يا عبد الله، وسأقف مع ذؤيب لنسمع حواركما. إنك في الخيار الآن يا ريحانة، عبد الله أخوك يريد أن يتحدث إليك، فحدثيه بما ترينه أقرب إلى هواك. وحدثه بماذا يا صمة؟ لقد خطبتك إلى نفسي من أخيك وابن عمك ورجال قومك، ولكنهم لم يجيبوني بما أردت، بل اشترط علي أخوك عبد الله أن يسمع منك قبل أن يعطيني رأيه. قفي وحدثي، وليس لي عليك إلا أن تتذكري بأنك زوجتي، وأنك تحملين جنينا غدا سيكون ابنا لبكر وزبيد. ريحانة، ريحانة. عبد الله، كيف أنت يا أخت؟ وكيف أنتم؟ وكيف حال أبي وأخي وأختي؟ وكيف حال من سقي كأس العار؟ أختك بنت معد كرب يا عبد الله، ولا أحد يستطيع أن يسقيها من كأس لا يسوغ شربها، وإلا لكنت قتلت نفسي. وإني إن دخلت ديار بكر سبية إلا أني لم أفضح ولم يكشف ستري أبدا، ولا مستني يد الصمة إلا وأنا زوجته. عقد علي وشهد على ذلك عمه جبير وعبد العزة. بعض النار أهون حرقا. سمعت من أختك يا عبد الله، ولك أن تقول فنسمع. أترضين بالصمة زوجا يا ريحانة؟ الصمة سيد قومه وأرفعهم مكانة وأكثرهم مالا، يلجأ إليه الملهوف والمستغيث، ولا يبيت إلا وقد أطعم أرامل وأيتام قومه، وإني وإن كرهت منهم ابتدى به، فإني وقد صرت زوجة لا أرى في فراقه إلا خسارة، لا يعوذني عنها ما سألقاه في ديار أهلي. أسمعت يا عبد الله؟ وأنت يا ذؤيب؟ قطعت علينا ريحانة السبيل يا عبد الله. أبي أبي، عاد الرجال كما ذهبوا يا أبي، ريحانة ليست معهم. ريحانة يا عبد الله، هل نالها سيفك وتركتها وراءك طعاما للذئاب؟ أجبني. ما
من سيف سيصل إلى ريحانة يا كبشة، فلا تجزعي. حفظ العرض وستر العين، وشهد رجالنا وسمعوا ما سمعت منا الآن يا سيد زبيد، وكل من حضر سمع القبول من أخيها عبد الله ومني، ولك الكلمة الفصل. لو كنت معكم لأوردت سيفي دم الصمة وأهله. وتكون حرب لها أول وليس لها آخر. ريحانة وضعت بعض الدواء على جراحنا، وعلينا أن نلملم باقي الجراح ونتركها تندب. هو الرأي يا سيد زبيد. كبشة، أين أنت يا كبشة؟ ما خبر الطعام؟ ألا تسأل إلا عن الطعام يا عم؟ ألم تأكل رغيفين بسمن وعسل قبل قليل؟ طعام الرجال على قدر أفعالهم يا كبشة. ألذلك يناديك صاحبك بأبي الثوم؟ أراك في عجلة من أمرك يا عم. كعادته ينهش ويقضب بسرعة. بل لا يريد أن يفوته مجلس أصحابه. ليس له غير الأكل والشرب ومنادمة الرفاق. ليس هذا فقط يا كبشة، بل أنا فارس لا يلاقيني بطل إلا أرديته. سلي فرسي عن حال عدوي يوم الواقع. وماذا ستقول فرسك إن هي نطق؟ ليتني أسمع جوابها يا أبا ثور. تقول: فلو شمرنا ثم عدونا رهوا بكل مدجج لعرفت لوني، إذا ما قلت إن علي دينا بطعنة فارس قضيت ديني. لقعقعة الحسام برأس خصم أحب إلي من أن تلتقيني. إني أبو ثور ووقاف السلف، لست بمعفون ولا في فرس، وأسد القوم لحمر الحدث. إذا الرجال عطفهم ناب الفرق، وجدتني بالسيف حتى كالحلق. أزمت خثعم وجللا بالعار، هذا جزاء من أراد بزبيد شرا، يلاقي نارا ويلبس عارا. لقد جندلنا رجال خثعم، ولقد كان سيفي يمر على الأعناق فيزيل الرؤوس عنها. نريد أن نسمع منك الشعر للكلام يا أبا ثور. ألمم بسلمى قبل أن تضعنا، إن لنا من حبها ديدنا. علمت سلمى وجاراتها ما جندل الفارس إلا أنا. شككت بالرمح حيازيمه، والخيل تعدو مسرعات بنا. ما جندل الفارس إلا أنا. ومن جندلك الآن يا عمرو؟ أبي، ما بك يا أبي؟ أبي، أبي، هل تشكو من ألم يا أبي؟ إنه ألم يراودني منذ حين، اشتد علي اليوم. سادة الطبيب، هو أنت يا كبشة؟ ضعي حجرا في النار كي نلفه في خرقة ونضعه على مكان الألم. أين ولدي عبد الله؟
سأدعوه بنفسي. إنه وراء البيت يطعم الخيل. لا دواء لداء الهرم. من سيحمل ريحانة من دار بكر إلى هنا؟ أخواي وزريق بن حارثة، ولا أظن الصمة سيتركها تأتي إلا ومعها رجال من أهله. لا تحبس الناس عن أعمالها يا ولدي، فأنا في أحسن حال، وأرى أن يذهب كل إلى أهله لينظر في حاجته. زبيد ذاهلة لمصابك يا أبي، ولا أحد يريد أن يبرح الدار. سيصل الطبيب عما قريب، ولعله يأمرنا أن نأخذ بيدك لتخطو بيننا. لي همة يا ولدي، ولكن ليست لي قوة، ولا أظن الطبيب سيسقيني دواء يعيد ما أخذه الدهر من قوتي. وصلت ريحانة وابنها يا أبي. أختي ريحانة. كبشة، هذا ولدك؟ هيها قرة عين خالك. إليّ يا ابنتي، إليّ يا ريحانة. هذا دريد بن الصم. حفيدك يا أبي، أترى مخايل النجابة والسيادة على وجهك؟ ما أسعدني بكم. حدثيني يا ابنتي، كيف أنت في بيتك؟ سيدة المطاعة، تخدمني ثلاث جوار، ويؤدي حاجة بيتي عبدان، ولي قول لا يرد، وبعل يرعاني رعاية الأم للولد. بعقلك وحلمك بلغت ما تستحقين يا ريحانة. ريحانة من بيت سيادة وشرف، والصمة يعلم أنها لا تستطيع أن تعيش إلا وهي مطاعة مخدومة. تعالوا يا أولادي، اقتربوا مني، فإني لا أدري سأصبح أم يصبح الناعي يرثي أباكم سيد زبيد. فعل أبيك يا عمرو، اخرج وادع الناس لتأكل، فالطعام كثير. الناس لا تنقطع عن بيتنا، فلا حاجة أن ندعوهم لما اعتادوا عليه حين اشتد الشتاء ويقل الزاد لدى الناس. كأني بمعدي كرب حاضر بيننا ينظر إلى الطاعمين. ما مات من خلف عمرا وعبد الله يا فضيل، تفضلوا. عزمت على الرحيل يا عبد الله؟ إنه أوان استرداد الدين يا كبشة، لنا مال أخذه أبو نويرة قبل عام، وأنا الأوان لكي أذهب وأسترده. كان الأجدر بأبي نويرة أن يأتي هو بالمال كما جاء ليستدينه. سألحق بالرعيان السارين ليلا، وعند الفجر أفارقهم إلى درب مسعاي. Thank you.
كبشة ويحك، لما فعلت هذا؟ أردتك أن تصحو من سكر الليل الذي يجعلك تترنح وتخفو وأنت جالس. كنت سأصحو بنفسي بعد هنيها. يجب أن تصحو كل يومك يا عمرو، فأنت من سادة زبيد والناس تأتي إليك في غياب عبد الله. ليتني رحلت بنفسي إلى أبي نويرة. لم تتهرب من السيادة والشرف يا عمرو؟ ماذا لو سمع الناس منك هذا؟ ما أشد لومك وإلحاحك يا كبشة. سأخرج في الهواء الطلق وأنت عدي لي طعاما. أنت أيها الراعي تكلمني أنا؟ ومن هنا غيرك أكلمه؟ لي اسم أدعى به، اسمي عبيد، فنادني به. صغير المكانة صغير الاسم، سيء الأدب. سيء الأدب من يسيء إلى الناس قبل أن يعرفه. ومن تكون وأنت غير راع أو أجير؟ وما أدراني من تكون أنت، فربما كنت عبدا أو أجيرا يريد أن يرفع نفسه. سأقتلك بهذه العصا كما يقتل الكلب. هكذا يقتل الكلب؟ يا معشر مازن، قتلني هذا الغريب. خذها من طلحة المازني. قتلت ابن عمك يا طلحة. عبد الله، يا ويلي يا ويلي من زبيد. تدارك الأمر يا سيدنا، تدارك الأمر قبل أن تغير علينا زبيد. ويحك يا هذا، لما تغير علينا زبيد وهم بالنسبة لنا أولاد عمومة وبيننا حلف؟ لقد قتل طلحة عبد الله بن معدي كرب. ماذا؟ ما عرفت الرجل يا سيدي، وإنما رأيته يقتل عبيد الراعي فطعنته. ويلي ويلي مما سيأتي، ليس لي أن أقول الآن، ولكني لن أنقض عهدي مع زبيد بأي ثمن. اجمعوا لي 50 بل 100 من خير نوقي، واجمعوا وجوه القوم ليأتوا مجلسي في الحال لأشاورهم. وأنا ماذا أفعل؟ أنت ليت دمك يكفي ويكفيني شر زبيد. وقتيلا سيدكم يا آل زبيد. الثأر سيدخل علينا سيد مازن ورجاله يا كبشة، ولا يجوز أن نستقبلهم بكلمة الثأر. إن ضاع دم عبد الله ضاعت دماؤكم، واستحقركم الناس واستضعفوكم. إياكم وقبول الدية، فدم عبد الله لا يباع بنوق وخيول. جاء المخزم على رأس وفد مازن، وخلفه الرعيان يسوقون الإبل. هيا. يا قوم، يا ابناء العم، يد أصابت أختها عن غير قصد، فأصيبت بمرارة الفقد وندمت أي ندمي، ولا تساعة مندمي، وإن لفقد عبد الله في قلوبنا أوار ولوعة كلسعة سعير النار.
وقد جئنا معنا بقاتل عبد الله لتقتصوا منه كيف شئتم إن شئتم، وإلا فالرعيان وراءنا يسوقون 100 من خيرة الإبل، ولكم فوق ذلك شرطكم. خذ ما جئت به وارحل يا مخزن، فإنك تمس جرحا ما زال ينز دما. ولا جواب الآن ممن أذهلت عقله المصيبة. كان معدي كرب يصدر عن رأيه، أما ابنه هذا فلا يصدر إلا عن مشورة من أهل بيته وقومه، ولا أظن الأمر يبشر بخير. هيا أمضي يا طلحة، هيا بنا. خذوا نوخاً مخطمة صفايا، وكيدي يا مخزم أن أكيدا. قتلتم سيدي وتركتموني على أكتافكم عبئاً شديداً، فمن يعبى من الأقوام نصراً ويتركنا فإنا لن نريد. أدرك كبشة يا عمرو، ستجن وتفضحنا. ويلي من كبشة. اسمعوا مني يا رجال زبيد، فإني لن أعيد قولي هذا. دم عبد الله لا يذهب هدرا ولا يباع بنوق وجمال، فإن أبيتم الثأر طعنت بكم بين القبائل وفضحتكم بقولي أرسل عبد الله إذ حان يومه إلى قومه إن لا تحل لهم دمي ولا تأخذوا منهم نياقا وأبكرا وأترك في قبر بسعد مظلمي. ودع عنك عمرو إن عمرو سالما، وبطن عمر غير شبر لمطعمي. أيقتل عبد الله سيد قومه بنو مازن إن سب راعي المخزم؟ الثأر، الثأر من كل مازني وأولهم المخزم. ما تقول الآن يا عمرو؟ غدا نغير غير معتدين على مازن. تمنت مازن جهل الخلاط، فذاقت مازن طعم الخلاط. غدرتم غدرة وغدرت أخرى، فما إن بيننا أبدا تعاطي. بطعن كالحريق، بطعن كالحريق إذا التقينا، وضرب المشربية في الغطاط. مرت السنين ورق عظمي، وإني لا آسف على شيء في هذه الدنيا. قدر أسفي على تأخري عن الإسلام. إننا الآن جميعا مسلمون الحمد لله يا أبي، وأنت من علمنا وهدانا منذ صغرنا. أعني أني أتحسر ندما على عدم اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وإدراكه وهو حي. لو رأيت النبي ما لمت نفسي بالعون فيه حين كان استعانا. ويرى أن في زبيد صلاحا وضرابا من دونه وطعانا. وتراني لا أبالي ما لقيت فيه وقع السيوف والمرانا. لوقيت النبي بالنفس مني، ولعانقت دونه الأقران،
ويصلي علي حيا شهيدا، أو أروي بالنجيع السنان. الحمد لله على كل حال، وله الحمد أن أحيانا لندرك الإسلام ولم نمت على الجاهلية.